تنبض بصدري بدل قلبي الهموم تسري بعروقي لواهي السموم تنبض بصدري بدل قلبي الهموم تسري بعروقي لواهي العطر رد يا زينب لنا نور الفجر لنا نور الفجر تتكتم في داخلي صرخة ألم ضاع دربي والأمل أصبح وهم تتكتم في داخلي صرخة ألم ضاع دربي والأمل أصبح وهم ضيعوني ولا أنا تهت الطريق ودروني لا صديق ولا رفيق ضيعوني ولا أنا تهت الطريق ودروني لا صديق ولا رفيق ودروني لا صديق ولا رفيق يا براتنا يا روح العطر رد يا زينب لنا نور الفجر لنا نور الفجر الشقيق دنيتي دمع الشجون في دروب الليل وحدي والسكون الشقيق دنيتي دمع الشجون كل شي يسأل يسأل من أكون أصرخ من اللي أنا بليل الجنون أنا بليل الجنون يا براتنا يا روح العطر رد يا زينب لنا نور الفجر لنا نور الفجر لنا نور الفجر خير احمد مالك ما في شيء بس كنت لما نزلت اسلم على عم ناصر كان يريد يتكلم عن موضوع مزرعه وارض بس عيسى قطع عليه على طول كان عيسى ما يريدني افهم وانت هذا الموضوع يخصك في شيء ما اعرف لكن اخبرك يلا خلنا نستمتع بوجودنا في الجبل هذا الكلام الزين مثل ما قلت نستانس وننسى الشغل نحن الحين بنروح الوادي وبنلعب في الوادي بس انت راح تكوني معي زين اتفقنا هديتك حبيبتي زينب والله واجد اشتقت لك حبيبتي زينب على طول راح تكون مع عمتها حنان صح تعال منا تعال تعال فهد تعال شوفنا شوية زينب تعالي
نبيلة ما من هنا، تعالوا هنا. ما ننزل من هنا؟ لا لا، الصوب الثاني. يلا تعالي. لا انت حاملة؟ تعال تعال خلينا نريد مساعدة. لا بس خلاص بنرجع له مرة ثانية، ترى احنا ما مطبقين هالجو. الله نمشي هنا ولا اشلك؟ لو تشيليها احسن، ممكن يقدر تمشي. انا راح امسكها. هذه المرة الثالثة اللي ثبت فيها الحمل. كل مرة أنت عارفة يا نبيلة الحمل عندي ما يثبت، لكن هالمرة الدكتورة طمنتني إن الحمل ثابت وبخير. الحمد لله. يعني السنة الجاية مثل هالوقت ما تحتاجي تاخذي زينب، لأنه بيكون عندك يا ولدك يا بنتك إن شاء الله. بس بعدني ما رح أتخلي عن زينب، زينب بتكون معي. زينب بنتك وأكثر. الله، الجو عندكم صراحة واجد حلو، بس الظاهر إنها تمطر. يا ريت لو نطول هنا اكثر، وبالمره تشوفي زينب اكثر واكثر. تعرفي عاد انتوا روحوا وخلوا لي زينب. لا ماما حبيبتي تعالي. وهذه زينب خذيها، ها خليها عندك. هذه بعدني ما راح تخلي عينها، تعالي. حبيبتي تعالي اخذ معك عطور. اللي ما قلت لي ايش موضوع تقسيم الميراث؟ ها كيف المشاكيك؟ جاهزة ريال زوجي؟ صغيرين تعال لعبوا هنا، لا تروح بعيد. بدل لا تتموا واقفين كذاك، تعالوا سووا لنا شاي على الفحم. ما حد يعرف يسوي شاي على الفحم مثل ام امجد. لا وانت صادق، هذه ما تعرف تسوي غير شاي على الغاز. اما شاي الفحم ما تعرف تسوي غير حنان. عيني. اكيد. زينب وين رايحه؟ امجد روح شوف اختك. لا انا بروح بجيبها، خليك يا امجد. خبرتكم طول فتره وجودكم زينب معي. يعني خلاص قررت تخليها عندك؟ نعم. زين كان اللفاف بعد يزيد. ها وانت الصادق، هذا ما نفاف، هذا الظاهر علينا بيسوي مطر. يعني الحين ما ينفع نطول هنا. لا لا بيه. حتى الظلام بعد يزيد، خلينا نروح. يلا انا بجيب الصغيرين. حنان حنان. ايوه. خلينا نلم الاغراض، الظاهر علينا مطر تستوي. Thank you.
اركب يا بطل. انت بعدك هنا يا سارة؟ انا بلغت كل الموظفين انهم يطلعوا علشان ما تحاصرهم الوديان. وما دام انك بلغتيهم، انت ليش جالسة للحين؟ قلت اطمن عليك، اقصد اشوف اذا كنت محتاج شيء. لا 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 ما محتاج شيء، بامكانك انك تروحي. في شيء ثاني؟ خلي بالك على حالك لان المطر قوي. ان شاء الله. مع السلامة. مع السلامة. وين زينب؟ زينب عند عمتها حنان. اتصل بحنان تأكدي من هاتي. خلينا نطمن عليها. ما في إرسال. بس أنا متأكدة إنها عند عمتها حنان. يلا خلاص خلي. الحمد لله وصلت البيت. شكرا على اتصالك. ان شاء الله. وانت بعد خلي بالك على نفسك. ها كيف الحين؟ ما في ارسال يا عيسى. اريد اطمن على زينب. اطمني اطمني يا حنان، زينب مع امها؟ على الاقل بس يطمنوني. الامطار خفت، ليش ما في ارسال؟ لا تخافي لا تخافي، زينب مع اخوانها ان شاء الله. حنان؟ بعد ما تقسم الميراث ايش ناوية تسوي بفلوسك؟ والله ما اعرف يا عيسى، اشتري اسهم ولا عقارات، ايش رايك؟ صرنا نتكلم في الاسهم والعقارات. ايش رايك انا اعطيك راي؟ ايش رايك اشغل لك اياهم وتكسبي من وراهم ذهب؟ الله، أنا واثقة فيك كل ثقة، والله لا يحرمني منك حبيبي. تسلمي لي. خلنا نوصل بيت نطمن عليه. إن شاء الله. حبيبتي زينب. السلام عليكم. عليكم السلام. صحتك الجو؟ إن شاء الله استمتعت بس كثير. شفتي الجو كيف كان حلو يا نبيلة؟ لا ما كان ما يتعوض. لازم تجيوا مرة ثانية. لا أكيد أحمد. أكيد. وين زينب؟ نبيلة أنا جبت لك إياها للسيارة وقلت لك إني رايحة ألم الأغراض مع عيسى وحطيتها عندك بالضبط. بس زينب كانت عندكم أنتوا. نبيلة أنت أكدتي لي من السيارة لما أنا سألتك، أكدتي لي إنها معاكي. ليش ما حافظتي على البنت؟ ليش؟ بس انت قلتي لي خليها عندك، انت اللي قلتي لي خليها عندك. وين خلوت البنت؟ وين؟ ما في فايده كثر الكلام، خلونا نروح ندور على البنت قبل لا تضيع. لا بالله. تحرك تحرك يا احمد.
أنا أجي معكم. أنا جاية معكم بعد. عيسى الله يغليك. سرعة سرعة بسرعة. شارع خطر يا نبيلة. بس يا نبيلة بس. إيش اللي صار؟ إيش اللي صار؟ اهدي يا نبيلة اهدي. تحرك يا عيسى. شارع شارع يا حنان. شارع خطر. احنا ونخلينا أحمد تتذكر. إيش الغلطة؟ إيش الغلطة؟ عيسى تحرك شوي. تحرك شارع شارع شارع. أمجد أمجد قم نام داخل حبيبي. قم تعال. أيوة إيش أجيك الحين؟ يلا يا احمد خلينا نروح نركب سيارة. لا عيسى ما اقدر اودر بنت من هالمكان. يا احمد يا احمد احنا ما عدنا حتى مصابيح ندور على البنت. خلينا نرجع يمكن عصا. لا يمكن عصا.
يا نبيلة يا نبيلة، انت شفتي احمد كيف عرض نفسه للخطر؟ ما ممكن ندور عليه بهذا الوقت. طيب خلونا نروح نبلغ الشرطة، يمكن حد شاف البنت وسلمها للمركز. لا يا عيسو، زينب لازم ترجع معانا. سوي اي شيء يا عيسو، يمكن حد حصلها، يمكن حد حصلها وداها المركز. خلونا نروح. خلاص خلونا بسرعة. روح يا احمد. تعال تعال. هذا هين راح؟ هذا ابدا ما يقص في البيت؟ ايش يقلسني بعد؟ جاي نبلغ عن فقدان طفله. الساعة كم فقدتوها؟ من 3 ساعات ونص تقريبا. دورنا عليها في المكان اللي ضاعت فيه بس للاسف. كيف فقدتوها؟ صعب اقول لك ان نسيناها للاسف، ما ممكن حد ينسى بنتها. بس احنا كنا نظن انها هي مع عمتها. عمتها ظن ان هي معها. نزل علينا المطر وتبكنا ولمينا الاغراض وكل واحد ركب سياره، هم يفتكروها معنا واحنا نفتكرها معهم. احنا رجعنا ودورناها في المكان اللي ضيعناها فيه بس للاسف ما حصل شيء. يلا يا حنان، يلا ردي علي يا حنان، أرجوش يا حنان تردي علي. يا رب يا رب احفظ زينة، يا رب ترجعها سالم، يا رب تحميها من كل شر ومن كل سوء. أنا ما أقدر أتحمل، بنزل أشوف وش صاير. لا يا نبيلة لا تنزلي يا نبيلة. ما أقدر ما أقدر. تعالي يا نبيلة. يا الله يا الله يا الله يا الله. 3 سنوات أسقطوها وموجودة إن شاء الله. وش صار؟ حصلوها؟ حد جابها هنا؟ وين زينب؟ اهدي يا اهدي، أكيد أنا ما قصرت في البحث عنها، بس خلونا ناخذ بعض المعلومات عشان نبدا عملنا بشكل صحيح. هاي زوجتي ام البنت، انت وش نزلك من السياره؟ ما اقدر اصبر ما اقدر اصبر. وين زينب؟ حد جابها المركز؟ حد حصلها؟ لو سمحت اخ احمد هدي زوجتك شوي.
هدي هدي شوي، هدي احنا مركز شرطة، هدي بعد نبلغ. ما اقدر ما اقدر شوي وين؟ اخ احمد لو سمحت اشتري. وش اللي سوي؟ ايش لاحظت ماما؟ ما في حد جابها؟ يا نار ما تاخرنا ما تاخرنا تمام؟ زين خلاص. زين خلينا نروح بسرعة، يمكن ما حدا تكون هناك. يا الله ما حد جنام بسرعة عجلوا بخلينا يا ربي يا الله يا الله يا الله. أيوة يا أمل، لا ما حصلناها بعد، نحن الحين في المركز. كيف هذا يا أمل؟ كيف هذا وأنا حاسة أني أنا سبب في كل اللي صار؟ إن شاء الله إن شاء الله يا أمل، إذا صار شيء على طول ببلغك. يلا مع السلامة. الحين نتحرك ومعي مجموعة من رجال الشرطة لمعاينة المكان اللي اختفت فيه الطفلة، وبنبدأ البحث من هناك والأماكن المجاورة من نفس المكان. معنى هذا إنكم ما بتحتاجونا الحين؟ أكيد أكيد بنحتاج لكم، بس أتمنى من النساء إنها ترجع البيت، ونحن بنقوم بعملنا وإنتوا معنا. أكد يا أختي إن أنا ما راح نقصر في عملنا، وهدي نفسك وادعي الله يوفقنا ونحصل البنت. أتمنى الحين ترجع البيت وتوصلك الأخبار الزينة عن بنتك. إذا أنا بوصل الجماعة البيت وبنكون على تواصل بالهاتف إن شاء الله مع بعض، وبنلتقي في المكان اللي انفقدت فيه البنت. أنا في انتظار اتصالكم، وهذا رقم هاتفي، وإذا في أي شيء اتصل على طول. إن شاء الله. أحسن أحسن، يلا خلونا. يا الله رقيب سالم. سيدي جهزوا كل شيء نحتاجه لهذه المهمة. حاضر سيدي. وأنا بعد أروح أجهز نفسي. ايوه يا اخي حرام عليك هلكتني، انا ناقص المصاريف الحين. مصيبه ها، الا انت ابو المصايب يا احمد. لكن من هو هذه الحركات؟ ما علي انا بعرف لك. وين زينب؟ وش ما جبتوها معكم؟ زينب بعد يا
تاكسي علشان نروح الشرطه نخبرهم بالمكان اللي كنا فيه. ارجوك عيسى بسرعه، لا تاخر بسرعه، قوم انت بعد روح غير ملابسك. انا لازم اروح غير ملابسك. تنبض بصدري بدل قلبي الهموم، تسري بعروقي لواهي السموم. تنبض بصدري بدل قلبي الهموم، تسري بعروقي لواهي السموم. عطر ردي يا زينب، لنا نور الفجر، لنا نور الفجر. تتكتم في داخلي صرخة ألم، ضاع دربي والأمل أصبح وهم. تتكتم في داخلي صرخة ألم، ضاع دربي والأمل أصبح وهم. ضيعوني ولا أنا تهت الطريق، ودروني لا صديق ولا رفيق. ضيعوني ولا أنا تهت الطريق، ودروني صديق ولا رفيق، ودروني لا صديق ولا رفيق. يا براتنا يا روح العطر، ردي يا زينب، لنا نور الفجر، لنا نور الفجر. الشجون في دروب الليل وحدي والسكون، الشقيق بدنيتي دمع الشجون. كل شي يسأل يسأل من أكون، أصرخ من اللي أنا بليل الجنون، أنا بليل الجنون. يا برا يا روح العطر، ردي يا زينب، لنا نور الفجر، لنا نور الفجر، لنا نور.